بيت الحبيبة من أسواق المباركية. رحب فيكم مشاهدينا كل يوم وسبت من الساعة 7 لغاية الساعة 8. رحب فيكم وأرحب طبعا دائما وأبدا في أخوي أبو خلف. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور أختي وزميلتي عذاري، والتحية دائما موجهة لمشاهدينا عبر الفضائية الكويتية من هذا المكان التاريخي والتراثي الموجود في مدينة الكويت العاصمة، بالتحديد في منطقة القبلة أسواق المباركية. أمس يمكن الفرقة اليمنية عملت جو حلو حق جميع الموجودين معانا هني، وأيضا اللي تابعونا عبر الفضائية الكويتية، لكن اللي كانوا موجودين هني بالفعل بعد نهاية البرنامج أيضا استمروا لغاية الساعة 9. كانت الفرقة اليمنية الشعبية قدمت وصلة غنائية شعبية لاقت استحسان الجمهور اللي معانا. من الهواء رحت انضميت لهم فعلا، يعني الجمهور كان موجود معانا سواء اخواننا المواطنين او اخواننا المقيمين او زوار الكويت خلال هذه الفترة. وايضا اليوم عندنا بعد الهبان، يعني فرقة يبنى لهم الهبان اليوم، في ايضا في ناس يحبون يعني الفن الشعبي هذا الحلو والجميل، فايضا موجودين معانا اليوم. وايضا بالاضافه الى ضيوفنا اللي دائما يشرفونا في البرنامج ويتحدثون خاصه عن الاستعدادات لاعيادنا الوطنيه المقبله ان شاء الله. ابو خلف احنا نقول حق مشاهدينا اللي قاعد يتابعونا من خلال شاشه تلفزيون الكويت، الكويت صغيرونا وتقدرون تيون، يمديكم تلحقون تستمتعون بهالاجواء الجميله، الجو دافي وايد حلو. الموسيقى موجوده لما بعد البرنامج، البيزات الكاش ايضا موجوده في اسواق المباركيه، ما عليكم الا انكم تيون وتستانسون وتستمتعون معانا، واللي ما يقدر عذره معاه وتابعونا من خلال تلفزيون الكويت. والله لا يغير علينا ان شاء الله. يعني البارح كان مطر حلو جميل، اليوم مثل ما قلت الجو دافي، يعني الناس مستانسة بالأجواء الحلوة الشتوية الموجودة عندنا في دولة الكويت. بإمكانهم يروحون لأي مكان هم يختارونه، سواء المباركية، القرية التراثية، عندنا مجمعات تجارية راقية جدا، في عندنا يعني شارع الخليج العربي، في مطاعم، وفي في عندنا المركز العلمي، في يعني في عندنا وايد شغلات حلوة وراح يشوفونها إن شاء الله خلال الفترة المقبلة مع العد التنازلي لأعيادنا الوطنية. راح يشوفون أيضا مهرجانات ومؤتمرات، خاصة وإحنا قاعد نحتفل في الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية يوم 18 الشهر من خلال انطلاقة مهرجان القرين، راح تنطلق الفعالية هذه بشكل أكبر. يعني إن شاء الله عندنا شغلات وايد راح يشوفونها الناس خلال الفترة المقبلة. نعم طبعا هذه دعوة أيضا لإخواننا وأصدقائنا من كل دول العالم وبالتحديد من الدول الخليجية، يقدرون ينضمون حق الاحتفالات اللي قاعد نقيمها بالنهاية لكل من يتواجد على أرض الكويت الحبيبة. نحبكم تشاركونا احتفالاتنا، العين وسع لكم من المكان وسع المباركة، ويا هلا ومرحبا فيكم. وتابعوا فقراتنا اليوم. نعم يعني تأكيدا لكلامك عذاري، زميلنا نجيب القحطاني اليوم يعني عنده مجموعة من إخواننا زوار الكويت، سواء إخواننا الخليجيين أو العرب أو الأجانب الموجودين هني، راح يعمل لقاء معهم هني، أيضا نلتقي معهم ونتعرف على انطباعاتهم زيارتهم للمباركية، بالإضافة إلى الهبان اللي قلنا معانا علي جمعة وخالد البذالي. الهبان إذا جاهز نروح له.
فيكم من جديد حبايب ومشاهدين ومتابعين برنامج أسواق المباركية. هذا البرنامج اللي امتد لمدة سنوات بس علشان ينقل لكم أنشطة الاحتفالات الوطنية. نبتدي من وقت مبكر علشان نوريكم كل الاستعدادات اللي قاعد يقومون فيها أبناء البلد في كل قطاعات الدولة. نعم، يعني احنا بالكويت عندنا 6 محافظات، المحافظات 6 قاعد تستعد جميعها ليوم 24 و25 و26 فبراير. يعني 25 العيد الوطني، 26 يوم التحرير، ولكن في اغلب المحافظات تستعد قبل، وايضا حتى تعطي مجال ل 25 و26 فبراير يكون مهرجانات على مستوى الدولة. اليوم بنتكلم عن استعدادات محافظة الأحمدي. الأستاذ إبراهيم الفودري منسق الاحتفالات في محافظة الأحمدي موجود معنا. أبو عبد الله، أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير. يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله وأبرك الساعات، شرفنا اليوم. يا هلا وغلا فيكم الله، حنا هالأجواء الطيبة الأسواق المباركية عسى الله يتمم علينا جميعا. آمين. ساعة مباركة. وطبعا إحنا دائما نشكر محافظة الأحمدي على دورها المتميز في أنها تجعل هذه المحافظة محطة جميلة يحرص كل من يزور الكويت أنه يزورها لمدى جماليتها والفعاليات الجميلة اللي تسوونها. شنو استعداداتكم هذا العام؟ والله إن شاء الله كما عودتكم محافظة الأحمدي محافظة الخير حقيقة، أنها تكون متميزة وإن شاء الله في تميز هذه السنة، وإن شاء الله عندنا إحنا برنامج حافل، وأنا حاضر إن شاء الله راح أوافيكم في البرنامج بشكل تفصيلي واللي أنتوا أنا نعم. خدمتكم. يعني أستاذ إبراهيم، دائما يعني مع شهر يناير وقرب الاحتفالات بالأعياد الوطنية الناس تتجه دائما إلى محافظة الأحمدي بشكل خاص، خاصة وأن عندكم الزينة مميزة، يعني كأن الزينة تنطلق من الأحمدي وتنتقل إلى محافظات الكويت الباجي. فهل بديتوا الاستعدادات يعني للزينة؟ هل في حطيتوا تاريخ معين إن شاء الله الناس هالأيام يعني حتى قبل لا يدش علينا فبراير راح يشوفون الزينة؟ نعم، حقيقة هذه الزينة اللي دائما التميز فيها الأحمدي لابد هني في هذه المحطة نذكر شركة النفط الكويت الكيوسي اللي هي منذ سنوات حقيقة تميزت في هذه الزينة. صح. وحقيقة التميز كل سنة عن سنة قاعد يزيد من خلال هذه الزينة. حقيقة احنا بناء على توجيهات من الشيخ فواز الخالد الحمد صباح محافظ الأحمدي بدينا حقيقة احتفالاتنا بشكل مبكر، فكان في عندنا فعالية في مرح لاند في جنوب الصباحية. هذه حقيقة انطلقت الفعالياتها قبل أسبوع وراح تستمر بإذن الله تعالى إلين 19 مارس متواصلة، ويكون الزخم الأكبر في بإذن الله تعالى في كل ويكند. كل ويكند راح يكون في فعالية مختلفة إن شاء الله. في مرح لاند بالتحديد؟ أي نعم، في مرح لاند غير يعني ذروة الاحتفالات. أي. الآن راح أذكرها لكم بشكل تفصيلي بإذن الله تعالى. زين، أول احتفالية راح تصير إن شاء الله بإذن الله في الأيام القادمة، وين راح تكون؟ أي، إحنا عندنا بإذن الله تعالى عندنا 3 محطات وطنية، احتفالات وطنية، 4 و5 و25 فبراير في منفذ نويصيب الحدودي إن شاء الله. في 4 و5 وحقيقة في 4 راح يكون أطلق معالي المحافظ الشيخ فواز أطلق عليها زوارة الأحمدي، وهذه دعوة لأهالي وعوائل محافظة الأحمدي بشكل أخص وبشكل عام طبعا لأهل الكويت إنهم يجونا يوم 4 فبراير. راح يكون في كرنفال للمركبات ومشاركة من بإذن الله تعالى من الجيش والشرطة وكذلك من الأخوة المشاركين من الكويت رايدرز، السياكل والسيارات القديمة والسيارات الكورفيت، يعني في كثير من الفعاليات إن شاء الله. أنا راح ليش سميتوها زوارة الأحمدي؟ يعني لها معنى معين؟ والله هذه حقيقة تحمل معنى مميز وذكرى مميزة لدى أهل الكويت. هذه في 60s and 70s كان يوم الجمعة مسيان العصر كان أهل الكويت مكشاتهم هني، فكان الناس يعني حقيقتي خاصة في المكان هذا اللي هو حديقة المعرض، معرض شركة الكي أو سي. صح. هذا كان الأهل الكويتيون معاهم البسط ومطارتهم وشايهم وشغلهم يقعدون ويستانسون والشباب يتمشون بسيايرهم، فلها معنى، لها ذكرى وايد جميلة
فحب حقيقة معالي الشيخ فواز محافظ الأحمدي أن يعيد هذه الذكرى بشكل ورونق جديد إن شاء الله، وراح تشوفونها، وهذه دعوة لكم أنكم تشرفونا. ما تقصرون، إحنا دائما تعودنا أن كرنفال هلا فبراير هو اللي يحتضن المركبات والفعاليات، لكن هذه أول مرة أنا شخصيا أسمع عن أن محافظة الأحمدي تسوي مهرجان داخلها، هذه أول مرة ولا من قبل كنتوا تسوون ما تعلمونا؟ لا لا لا، ساعة مباركة، لا هذه حقيقة أول مرة، وهذه يعني رغبة شخصية من معالي الشيخ فواز أن خلنا نسوي هالمهرجان الطيب المتميز، تمتزج فيها حقيقة الذكرى المتميزة اللي ذكرتها لكم قبل شوي عند أهل الكويت إن شاء الله. حلو المنافسة بين المهرجانات يعني، يعني اليوم قاعد نشوف في مهرجان زوارة الأحمدي، وعندنا إن شاء الله مهرجان أو كرنفال نقول هلا فبراير. دائما الكويت أهل الكويت كلهم ينطرون هالفعاليات. أكيد يعني، وممكن الأستاذ إبراهيم قال شغلة حلوة ولفتة حلوة، سالفة إن تنتبهون حق يعني منفذ ويصيب. نعم. يعني دائما زوار الكويت عن طريق البر يجون عن الوصيف، فحلو انكم ترحبون فيهم بطريقه يعني حلوه وجميله، واكيد يعني عندكم خطه معينه هناك. اي والله، احنا حقيقه السنه الماضيه ويعني وكانت في يعني محطه وطنيه كذلك في 24 فبراير بمشاركه ابنائنا من ابناء المحافظه وبناتنا، قمنا باستقبال اخواننا الخليجيين بهدايا رمزية وطنية بعلب فيها حلويات كويتية تراثية، ولاقت استحسان كبير جدا، والأخوان الخليجيين استانسوا بشكل كبير. فحقيقة وهذه حقيقة توجيهات معالي الشيخ فواز إن خلينا نعيد هذا الأمر، وراح نعيدها بشكل كبير، يعني راح نبدي من العصر إلين إن شاء الله 9 بالليل يعني يوم 25 مو مقصرين، وقاعد تدفعون مبالغ كبيره علشان بس تونسون اهل المحافظه واهل الكويت كلهم اللي قاعد يزورونكم. بالنسبه حق استعداداتكم للاضاءات، دائما محافظه الأحمدي متميزه باضاءاتها الجاذبه الملفته اللي تخلي الواحد بس يطالع الله ويصور وينزل، يعني الناس تتعنى تنزل من سيارها بس تصور مع الاضاءات والمجسمات المضيئه اللي تسوونها. في مجسمات جديده السنه عيالنا يزورونها يصورون اياها والله ان شاء الله، بس خلينا نسوي مفاجاه هذه. انت معلمنا يعني؟ لا ما راح اعلمكم لين ان شاء الله تجونا وتشرفونا والساعه المباركه. عندكم استعدادات من هالناحيه باذن الله تعالى ان شاء الله. قلت عندكم 3 توجهات نويصيب، وقلت مو راح لاند، وفي عندكم بعد شنو؟ عطنا يعني بالتفصيل اكثر. اي الساعه المباركه المحطه الثانيه، احنا قلنا الحين 4 فبراير هذه الكرنفال اللي سميناها زواره الأحمدي. اليوم الثاني اللي يليه على طول راح يكون في حفل غنائي ساهر يبدي 7:30 مساء بمشاركة الفنانة الكبيرة نوال الكويتية. وين راح يكون؟ هذا في الاستاد الرياضي داخل مدينة الأحمدي، وكذلك سليمان القصار المطرب والفنان المحبوب، والمطرب والشاب حقيقة المحبوب كذلك مطرف المطرف، بالإضافة إلى فرقة التلفزيون في أسلوبها ورنقها الجديد من خلال عنصر نسائي، وفرقة موسيقية لايف راح تكون تصاحب غنائهم وشيلاتهم التراثية الشعبية. يعني نسمع أسامي فنانين من يرضون جميع الأذواق والأجيال. هل في تنظيم وتنسيق مع وزارة الإعلام في نقل هذا الحفل أو تنظيمه؟ لأن قاعد أسمع فرقة التلفزيون، أنا أعرف أنها مالتنا هذه لنا يعني. نعم صحيح، لا ما في شك حقيقة يعني في تنسيق كبير جدا مع وزارة الإعلام، وحقيقة هني لابد نذكر بالتحية معالي الشيخ سلمان الحمود الصباح وزير الإعلام اللي سخر لنا كل الإمكانيات الإعلامية للانطلاقة، وعسى الله يتمم علينا بإذن الله. دائما يعني ودنا نتكلم ايضا عن مناسبه مهمه، عمليه رفع العلم محافظه الأحمدي مع باقي المحافظات عند يوم رفع العلم، فودنا نتكلم على استعداداتكم بالمحافظه، الجهات اللي راح تشارك معاكم سنويا. مراسم رفع العلم هذا حفل رسمي طبعا. يعني يدعون فيه الوجهاء وكذلك المختارين والاخوه القياديين من خلال الشركات النفطيه اللي هم حقيقه يعني شركاء معانا في العمل المجتمعي المتميز. راح يكون في ان شاء الله فرقه الرندي للعرضه، وراح يكون معانا كذلك الفرقه النحاسيه من وزاره الداخليه، وحقيقه المنطقه التعليميه راح تكون معانا من خلال قصيده تراثيه كويتيه من احد الطلبه والطالبات،
بالإضافة راح تكون فيه على فكرة راح يكون فيه لوحة من مشاركة هذه مثمرة من مكتب الشهيد، راح يكون فيه لوحة لكل الشهداء مشاركة من مكتب الشهيد المتميزة، راح يزيح عنها الستار معالي الشيخ فواز الخالد حمد صباح محافظ الحمدي في هذا في إطار فعاليات رفع العلم بإذن الله. نعم. احنا راح نتواصل معك يعني استاذ ابراهيم في الحديث اكثر واكثر عن الفعاليات المقبله لمحافظه الحمدي، نقول لك خليك معنا، بننتقل لزميلنا نجيب القحطاني بيعمل لقاءات مع الجمهور الموجود معنا في المباركيه ونرجع نكمل حديثنا عن محافظه الحمدي. خليكم معنا مشاهدينا. أمسي على الحضور الكريم واللي موجودين معنا في أسواق المباركية والمشاهدين الكرام اللي دائما موجودين معنا ويتابعونا في تلفزيون دولة الكويت، لكن أرحب في زميلي سعد وزميلتي عذاري في موقع آخر في أسواق المباركية وراح نتواصل معاكم دائما في لقاءاتنا الجميلة. ما شاء الله هالجمهور الطيب اللي موجود معنا والفرقة غانم الكنديل الهبان اليوم موجودين معاكم من الساعة 7 للساعة 8 في هالبث الحي المباشر وهالجمهور الطيب، وأكيد أنه الشيء الزين اللي دائما حنا نتواصل معاكم في تلفزيون الكويت لنقل الأحداث اللي موجودة معنا في أسواق المباركية. اللي ما حلف الحظ اليوم وصل معنا أسواق المباركية، نقول له تعال إن شاء الله يوم الجمعة ويوم السبت كل أسبوع من الساعة 7 للساعة 8، لكن خلال صدفة موجود معنا أحد إخواننا من المملكة العربية السعودية وهو الممثل والأستاذ صلاح عبد الله التركي من المملكة العربية السعودية وعضو جمعية المسرحيين بالسعودية وعضو جمعية الثقافة السعودية. أستاذ صلاح نقول لك مساك الله بخير، يعطيك العافية. أول شيء مساء النور ويعطيكم العافية وهلا بكم. طبعا أنا ماني في الكويت، أنا في بيتي الثاني. حياك الله استاذ صلاح، انت زيارتك للكويت مع الاهل في مهرجان الكويت للفنون، واكيد ان زيارتك شنو شاهدت اليوم في اسواق المباركيه؟ هل جو العائلي، الجو التراثي، الجو الجميل؟ بقول كلمه شعر، اقول من اسم من دونك وحلفنا بالله، ما لي سوى عيونك في الكويت بالكون ذا كله. الله يعطيك العافيه. استاذ صلاح انت حسب ما احنا نعرف انت ما شاء الله مقلد اصوات وانت ممثل لك اكثر من مسرحيه او تمثيليه في المملكه العربيه السعوديه، شنو ودك تخلي جمهور الكويت ومشاهدين تلفزيون الكويت يشاهدون من تقلد من اصوات جميله جدا؟ قبل الاصوات طبعا في عمل ان شاء الله غريب ما راح ينزل في رمضان ومسلسل شرباكه اخراج الفنان المخرج المبدع علي الشويفعي، معنا كوكب الفنانين شفيقه علي وهيفا حسين من البحرين، وكذلك طبعا ابراهيم جابور وفنانين موجودين لا اذكر اسمائهم كثيره. هذا طبعا العمل مفاجئ اليوم على ابناء الكويت ويستاهلون اهل الكويت كلها هذا الاعلان، انتظرونا في ان شاء الله العمل جديد. بالنسبه حق الممثلين راح نقلد الان الاستاذ نقول رحمه الله عليهم الماضي لن يعود درب الزلق، ناخذ ترى اكثر شوي ونطلع نقول الروس نامت والاصاص قامت ايوه وحطبه يا صويلح انا بشتتوني يا صويلح شلون يبا بيعطونا قطعه هذه في اربعه ولا في خمسه شلون انا اذا مت ان شاء الله بعد اقول بعد عم طويل يا ثور انا شو دراني يبا. هذا من التركتات اللي تعجبنا جبعة فوق هذا رحم الله الأستاذ خالد النفيسي، يعني هذا في درب الزلق، لكن في عندك بعد شغلات وايد حلوة. في طبعا نرجع للأطفال مسلسل درب عدنا ولينا اللي يقول طبعا يا للهول على معلم بذلك عمروس عمر سيدي أغلق الباب حالا سوف تكون في هذه الليلة لينا انظر إنها القطانة أخرس في القبي أين عدنان؟ لقد ذهب جزيرة الأمل. انظر عدنان لينا عدنان وثانية هناك غبي ضرب عليه. يعطيك العافية، عساك على القول أستاذ صلاح عبد الله التركي، فعلا شيء جميل وشيء حلو لما احنا شاهدناك معنا في هذا المكان، نقول لك يعطيك العافية مشكور. الله يعافيكم والشكر للجموع، أتمنى إن شاء الله هالفعاليات دي صراحة تشرفنا وهذا بيتنا أهلي وأنا في الكويت أعرفه قبل 30 سنة وربي يحفظكم إن شاء الله من كل شر وهذا أهلي يعني وما لي غنى عنكم يعني. الله يعطيك العافية. مشاهدي الكرام معكم في هذا البث الحي المباشر من أسواق المباركة ومن سوق المباركة بالتحديد، ومعنا فرقة غانم الكنديل الهبان، نستمتع معاكم وراح نشاهد معاكم للساعة 8 هالمناسبات الحلوة لأهل الكويت، كلهم يكونوا موجودين معانا في أسواق المباركية.
Oh!
أكيد استمتعتوا معنا في أجواء الهبان المتميزة. أنتم بعد تقدرون تجون وتحضرون معنا من خلال زيارتكم لأسواق المباركية. ما شاء الله تبارك الرحمن، الزحمة مالية السوق، نقول عليهم بالعافية يا رب يعتدوم هالأفراح في ديرتنا. وإحنا أيضاً متواصلين مع مشاهدينا مع ضيفنا الأستاذ إبراهيم الخودري منسق الاحتفالات في محافظة الحمدية. أهلا وسهلا فيك أبو عبد الله مرة ثانية. يا أهلا وسهلا فيكم. قاعد ألاحظ أبو عبد الله أستاذ إبراهيم من كلامك أن قاعد تحرصون على أن كل هالفعاليات تكون حق الأسرة. نعم. يعني تبون الأسرة بالكامل، الأب الأم الأولاد يجون مع بعض. إيه. من خلال كلامك قاعد أحرص أن فعالياتكم أسرية بإذن الله تعالى. وهذا الحرص أتى من توجيهات من معالي الشيخ فواز الخالد حمد صباح محافظ الحمدي، أنها لذلك اليوم الأول الفعاليات اللي هي 4 فبراير أطلق عليها زوارة الحمدي. أي. وحقيقة في هذه المناسبة أذكر أن الآن راح يتم تخصيص مواقف حق إيقاف السيارات وباصات مع أبنائنا المتطوعين لمساعدة الناس أنها تركب الباصات وتروح وترجع إلى أماكن الحفلين في اليومين بإذن الله، اللي هو اليوم 4 فبراير و5 فبراير الحفل الغنائي السائر. وإن شاء الله راح ننوه عنها بإذن الله تعالى بالأسابيع القادمة، أماكن المواقف، كيفية الوصول لها بإذن الله تعالى من خلال السوشيال ميديا ومن خلال أجهزة الإعلام. قلت العائلات، نوهتوا عن العائلات، ركزتوا على العائلات، لكن الشباب أيضا لهم متنفس يحتاجونه، هل في استعدادات لهم أو أنشطة خاصة لهم؟ والله الساعة المباركة حياهم الله، يعني الشاب مع أهله والدته خواته يتشارك معاهم ويا أهله ونحطه بالعين والساعة المباركة، يعني خلاص هم متأكدون وتركزون على التجمع الأسري. نعم. يعني شيء موقع للشباب بروحهم، مو مسوين لهم شيء، ما في شيء خاص لهم. والله يعني مشاركة، احنا نقول هذه فرحة عائلية، يا أهله ويا مرحبا فيكم مع العائلات، مع والدتك مع أختك وكذي، والساعة المباركة. لقيت أستاذ إبراهيم السادة الطيب من الجهات معينة دعيتهم للمشاركة في مثل هذه الاحتفالات؟ لقيت أستاذ طيب في تعاون بينكم بين جهات معينة راح يشاركون أيضا بالاحتفالات؟ إيه نعم، حقيقة اليوم الأول الفعالية اللي هو 4 فبراير زوارة الحمدي في مشاركة فاعلة من المشروعات الصغيرة الكويتين، اللي يعني المشروعات الصغيرة بكل أنواعها، وهذه حقيقة حتى السنة الماضية حقيقة كانت مشاركة فاعلة، وهذه أتت بتوجيهات وحرص الشهيد الشديد من حقيقة من معالي الشيخ فواز إن يشاركون معنا. فهذه السنة إن شاء الله راح يكون عندنا اليوم الأول 30 بوث كلها مشاركة كويتية من أبناء الكويتيين، مشروعات صغيرة بالمأكولات والأطعمة بكل أنواعها بإذن الله تعالى. وكذلك اليوم الثاني راح يكون 40 بوث بإذن الله تعالى. وين الموقع إن شاء الله بيكون بالتحديد؟ اليوم الأول في حديقة المعرض، المعرض اللي تابع شركة الكي أو سي داخل مدينة الحمدي، واليوم الثاني الحفل الغنائي الساهر راح يكون في 5 فبراير طبعا داخل الاستاد الرياضي داخل مدينة الحمدي إن شاء الله. عادة يعني تحطون خيام أو مقاهي شعبية للناس، يعني خاصة في الجو الشت والبارد، الناس يعني العائلات يحب يقضون وقت يعني ممتع وساعات أكثر. نعم. فهل موفرين هالشغلات هذه أيضاً بالمحافظة؟ نعم. هناك مشاركة من جزئين حقيقة، من المقهى الشعبي راح يكون في مقهى شعبي بكل معداته. تمام. نفس هذه القعدة إن شاء الله اللي أنتم ما شاء الله متميزين فيها. أيه. راح تكون قعدة سدو وهالشاي الطيب وهالدارسين وهاليرنزبيل وأبد والمأكولات التراثية على مدى اليومين إن شاء الله. وكذلك يعني هذا حرص شديد، يعني لابد أن نذكر هذا الأمر السنة الماضية وهالسنة من معالي الشيخ فواز، إنه راح يكون في بوثات مخصصة لمراكز تنمية المجتمع اللي تابع المحافظة عندنا بالحمدي، الأسر الكويتية المنتجة. أي. مشغولات السدو، طبخ كويتي. حلو. اللي من إيدهم يعني. العيايز والشيبان، اللي يسوي المسابيح واللي يسوي السدو واللي يسوي القمصلات وهكذا إن شاء الله. مجانية طبعا، هذه وفرناها البوثات بشكل مجاني، يعرضون منتجاتهم للبيع. عندكم حتى الحفل اللي قلت لنا عنه اللي فيه الفنانة نوال وأيضا المطرف وسليمان القصر، كلهم بالمجان، يعني أنت فاجأتني أن هذا الحفل مجاني. نعم. بدون مقابل. نعم، هذا كله بالمجان بإذن الله تعالى، وهذه دعوة لأهل الحمدي بشكل خاص، ودعوة لأهل الكويت، دعوة لكم ساعة المباركة وشرفونا
وكم تيونت وتستانسون معانا باذن الله. على فكره يعني استاذ ابراهيم، بما انك يعني قاعد تحرصون يعني من خلالك ومن خلال سعاده محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد ان تكون الفعاليات اسريه، نعم. ايضا اخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصه جزء من الاسره، نعم. هل انتم وفرتوا لهم اماكن معينه، خدمات معينه، ايضا دعوه لهم ان يجون مع عائلاتهم، ايضا كبار السن اصحاب الويلتشير ان يجون عندكم هناك؟ نعم، هذه السنه الماضيه حقيقه شاركوا معنا مشاركه فاعله، وهالسنه ان شاء الله راح يكون في مشاركه من خلال تهيئه يعني مشاركتهم للاستمتاع ان شاء الله معنا في الفعاليات باذن الله. كل احتياجات الخاصة، الاحتياجات الخدمية اللوجستية هيئت لهم بإذن الله تعالى في هذا الإطار إن شاء الله على مدى اليومين بإذن الله تعالى إن شاء الله. العام شفنا زينة الأحمدي يتهني المباركية، نعم. بالتحديد في الجزء الخلفي يمكن من المنطقة اللي احنا قاعدين فيها كانت زينة الأحمدي موجودة هني وفي الساحة، يعني في انتشرت زينة الأحمدي، نعم. هل هالسنة راح يكون في نفس المشاركة في المباركية؟ تبون زينتكم تعطونا شوية منها ولا بتخلونها عندكم؟ والله هذا حقيقة تميز مثل ما قلنا، ولا بد ثاني مرة نقول يعني هذا تميز من الأخوة يعني المدراء وأخوة حقيقة اللي لهم مساهمات مجتمعية فاعلة في شركة نفط الكويت، وهم حقيقة الشريك الاستراتيجي المتميز على مدى سنين معانا في المحافظة. فهذه الزينة حقيقة منهم أهم ومن صحيح. إيمانهم المجتمعي الكبير بإسعاد أهل الكويت. عموماً أستاذ إبراهيم إحنا شاكرين لك جداً، ومن خلالك إحنا أيضاً نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الصباح، اللي حقيقة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال وسائل الإعلام قاعد نشوفه معاكم 24 ساعة يشتغل بيده معاكم ومتواجد معاكم، من خلال كلامك أيضا يعني أكدت الشيء هذا، فكل الشكر له ولجميع العاملين في محافظة الأحمدي، وإن شاء الله يعني خلال الفترة المقبلة مع العدد التنازلي للأعياد الوطنية نكون أيضا من خلال تلفزيون الكويت نكون معاكم ونتعرف أكثر وأكثر على مثل هذه الفعاليات. الله يعطيكم الصحة والعافية، وإن شاء الله تنجح الفعاليات الحلوة والجميلة والناس يشوفونها ويستانسون منها. شكرا لك أبو عبد الله. ساعة مباركة وحياكم الله وبرك السعادة. قواك الله، ونشكر كل من قاعد يسوي أي جهد ولو بسيط في إسعاد أهل الكويت، وبالنهاية الكويت تستاهل وأهل الكويت يستاهلون. قواك الله. ما في شك، الله يطول عمرك. ساعة مباركة. مشاهدين احنا متواصلين معاكم في اسواق المباركية، خالد البذالي وعلي جمعة، وين تودونا؟
صباح العيش انت يا صباح انت قايدنها والله يحفظك. We'll be right back.
ربي حلوة من خلال لقاءاتنا في سواق المباركية. التقينا مع الأخ عبد الله عايش الأربش من المملكة العربية السعودية. مساك الله بخير أستاذ عبد الله. مساك الله بالنور والسرور أخي. يعطيك العافية، عساك على القوة. الله يطول عمرك ويعافيكم. وأنت تعطينا انطباعك عن أسواق المباركية، هالمناسبات الحلوة، الفرقة الشعبية اللي ورانا، الجو اللي موجود الآن في الكويت عندنا في المباركية خاصة. والله أستاذنا جو جميل، أمان، جو لطيف، أول مرة يعني أحسن من أوروبا صراحة. جو الواحد يجي هنا يستمتع بهالجو الجميل، بهالوجه السفرة، الناس طيبة. وش رايك بالأجواء الحلوة في سواق المباركية؟ والله أسواق صراحة ممتازة، الواحد رجع حق سنين أول. أول مرة تجي الكويت ولا جايك أول مرة؟ هل أنتم هنا كلنا نجي هنا، إحنا على طول نجي هنا الله يطول. العائلة موجودة معك؟ عائلة موجودة وكل أبو الأطفال، بس بسوق الثاني، بسوق مجمعات، بس إحنا نحب نتسوق بهالمكان الطيب. مستمتعين؟ مستمتعين والله. مع فرقة الهبان؟ مع فرقة الهبان، وشفناهم واستمتعنا وضحكنا وفرحنا. عندكم المملكة العربية السعودية نفس هالشيء هذا، هالاحتفالات اللي موجودة الآن خلال الوقت هذا؟ والله الحين قاعدين يسوون يعني بلديتنا الحين في الدمام الجبير هذا ما مقصر، يحاول يسوي بهالطريقة بهالنموذج يعني تو في البداية، إن شاء الله مستقبلا بيصير. والأهل مستمتعين؟ والله مستمتعين بأحسن استمتاع بوجودكم يعني. نقول لك الله يعطيك العافية سيد عبد الله عايش الأربش من المملكة العربية السعودية، عساك على القوة. الله يطول عمركم إن شاء الله نزيارات ثانية، وبننقل هالصورة إلى بلدنا إن شاء الله عشان يجون بعد يشوفون يكررون الزيارة. يعطيك العافية. الله يعافيك طال عمرك. مشاهد الكرام معاكم في أسواق المباركية، راح نروح موقع آخر في أسواق المباركية ورد تواصل معاكم في أسواق المباركية، هذا البرنامج المميز. اهلا بكم مشاهدينا من جديد. فقرة الزميل نجيب القحطاني كانت اخر فقرة معنا في حلقة اليوم. الاسبوع المقبل ان شاء الله لقاء جديد يتجدد معكم عبر الفضائية الكويتية ايام الجمعة والسبت من 7 لغاية 8. الكلمة الاخيرة مع زميلتي عذاري. مشاهدينا ننطركم وان شاء الله تيون تستانسون معنا في هالاجواء الحلوة. وزارة الاعلام مقصرة كل أسبوع تجيب لكم فرقة أحلى من الثانية، وتعالوا واستانسوا ويانا، ونبي نشوفكم ونبي نصور معاكم. احنا مستانسين في كل جمهورنا اللي قاعد يحضر لنا واللي تعنا، والكاميرات اللي قاعد تلتقط صور البرنامج من كل مكان. نقول لهم نورتوا المباركية، في أمان الله، مع السلامة.
We'll be right back.